والله أولا شكرا جزيلا. وضعية النازحين طبعا وضعية يرثى لها، وأتمنى من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية والخيرين يتجهون على النازحين اللي هم حاليا بالمخيمات. أنا بطبيعتي كناشطة أطلع على كل المخيمات اللي عندنا بدهوك واللي بالإقليم واللي بالمحافظات، عندك صلاح الدين والأنبار. كثير من الحالات ناس تعبانة ما إلها يعني ما حد يزورهم. الوضعية مي ماكو، كهرباء ماكو، السماء والطارق طبعا، وضعية الحالات الطلاق كثيرة، حالات الانتحار هواية، واتمنى والدعم المعنوي نهائيا يعني نهائيا صفر. ما هي اسباب توقيع حالات الانتحار؟ والله السبب الحالة اولا هم كانوا متعودين على عيشة حلوة وعيشة مرتبة ونظام متعودين عليه من الصغر، وبعدين جت مباشرة انه هذا يعني هاي العوائل خسرت كل شيء، فصار يعني بخيمة من بيت إلى خيمة شيء صعب، ولا شغل ولا رواتب ولا يسمحوا لهم أن يطلعون خارج المخيمات حتى يفد شيء متنفس لهم. يعني أبسط شيء أتمنى أنه صوتي يوصل ورسالتي توصل، يعني أقل شيء أنه يسووا لهم فد ملعب قريب على المخيمات أو داخل المخيمات حتى طاقة الشباب يعني يذبها باللعب، مو هو كابد بالداخل 24 ساعة بالبيت وهو عبارة عن يعني خيمة، عبارة عن خيمة. بس نتمنى من هذا الشيء يعني يتحقق.